يا اخوان هاي هي جامعة اليرموك، شايفين يا اخوان؟ هاي هيك علشان تأجل خدمة العلم، تمام؟ ما دام يكون في تنظيم ويكون في ترتيب وتنسيق، عاملين مكتب واحد لآلاف الطلاب من عندنا بالجامعة. حتى التعبئة كمان لما بدك تروح عليهم وتأجله ما بسمح لك النظام تأجل، تمام؟ لما ما بنزل لك موقعك الجامعة انك تأجل، ولكن بس بنزل عندهم، يعني لما بترد تضطر كمان ترجع لهون. فاللي شايفينه انتم هون طبعا من 8 الصبح لحد اليوم، لحد الساعة هاي عفوا الساعة تقريبا واحدة، مش ماشيين غير 60 واحد. متخيلين الوضع انتم؟ 60 واحد. هذا الطابور اللي قدامكم لسه في كمان طوابير فوق، يعني انت اذا طلعت من هون يعني زي السماء الاولى، السماء الثانيه، السماء زي هيك يعني. بس هون بالعكس، هون في دركات، هون في عندك زي جهنم، الدرك الاسفل الدرك له طبعا درك اسفل للمنافقين معروف، يعني هذول انتم مواصلات كثير قويه، فبيمشوا اول ناس يعني هذول. فيا اخوان يعني الوضع مثل ما انتم شايفين لا يطاق ابدا، والطلاب كلهم في شغلهم بالامن، والامن مش عارف يتصرف، وفوق يعني مروقين وعقل من مهلهم، شاي قهوه، والطلاب من ساعات هذا الوضع بالحم بالشمس وما في اي تنظيم. حتى مجرد يعني تقول تباعد بين الطلاب طلع، يعني قال انه لابسين كمامات، وين التباعد؟ وين الاشي؟ يعني بكره صارت مصيبه، صار انتشر مرض، انتشر كورونا، نرجع بنقول حق الجامعه وتنظيمها. شوف شوف كيف، شوف شوف الاحتقان الطلابي، شوف كيف، لا حول ولا قوه الا بالله. الله المستعان، الله المستعان. المناظر هاي الله المستعان، الله المستعان. حسبي الله، هيك جامعة، هيك تنظيم.